نشرة مفصلة للأنباء والبداية مع العناوين. إيران والصين توقعان اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاما والجانبان يؤكدان متانة وديمومة علاقاتهما. قوات هادي تقر بمقتل أحد أبرز قياديها في المواجهات على جبهة الإكسارة في مأرب، والقوات المسلحة تكشف عن استشهاد أول مقاتل سعودي حارب ضد التحالف. قتلى وجرحى بانهيار مبنى سكني من 10 طبقات غربي القاهرة بعد ساعات على مأساة تصادم القطارين في سوهاج. استئناف عمليات إنقاذ السفينة الجانحة في قناة السويس بعد تعليقها لساعات، وبايدن يعرض المساعدة. كوريا الشمالية تصف تعليقات الإدارة الأمريكية على تجربتها الصاروخية بالاستفزازية والعدائية وتحذرها من الاستمرار بهذه السياسة. تظاهرات بريستول البريطانية مستمرة ضد مشروع قانون تقييد الاحتجاجات والشرطة تعتقل العشرات. أهلا بكم. وقعت إيران والصين اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاما، الاتفاقية التي كانت قيد المناقشة بين البلدين منذ العام 2016 تنص على تبادل التعاون والاستثمارات في مختلف المجالات ولا سيما النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات. الاتفاقية تتضمن خارطة طريق متكاملة وذات أبعاد اقتصادية وسياسية، وتركز على الأبعاد الاقتصادية التي تعد المحور الأساس لها ومشاركة إيران في مشروع الحزام والطريق. وكان وزير الخارجية الصيني قد أجرى سلسلة محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، وفي مقدمهم الرئيس حسن روحاني الذي أكد أن العلاقات مع الصين استراتيجية بالنسبة لإيران، وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين لتنفيذ الاتفاق النووي ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأضاف روحاني أن علاقات طهران وبكين جيدة جدا، مضيفا أن المواقف المشتركة بين البلدين في الساحات الدولية دليل على المستوى المنشود لهذه العلاقات. من جهة ثانية قال روحاني إن التعاون الإيراني الصيني ضروري لتوفير المزيد من جرعات لقاح كورونا وإنتاج لقاح مشترك بين البلدين، واصفا الصين بأنها الشريك التجاري الكبير لإيران. وزير الخارجية الصيني التقى كذلك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وكان قال عقب لقائه مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني أن العلاقات بين البلدين ستكون دائمة واستراتيجية. أما لاريجاني فأكد أن طهران تتخذ قراراتها بشكل مستقل على عكس بعض الدول التي تغير موقفها بهاتف واحد. الرئيس الإيراني كان ترأس اجتماع المجلس الوطني لمكافحة كورونا، وأكد أن الإرهاب الاقتصادي الذي بدأه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يزال مستمرا، وقال أن بعض الدول غير مستعدة لإمداد بلاده باللقاح بسبب العقوبات الاقتصادية، مضيفا أن إيران دفعت لمنظمات دولية لشراء اللقاح وهي مستعدة لاتخاذ خطوات لتسهيل رفع جزء من العقوبات أو جميعها. معنا من طهران الخبير في الشؤون الإيرانية عبد الجليل الزبيدي. مرحبا بك سيد عبد الجليل. ما هي أبرز بنود هذه الاتفاقية؟ ما هي آفاق التعاون بين البلدين؟ أين تكمن فعليا مكاسب طهران من هذه الاتفاقية؟ نعم، الاتفاقية تشمل التعاون الواسع والاستراتيجي في كافة المجالات بما في ذلك المشروعات الضخمة لإنشاء الموانئ وتطوير الموانئ الحالية، وأيضا إنشاء شبكة واسعة من
الطرق والنقل بمختلف المستويات، أيضا تشمل التعاون في المجالات السياسية والتجارية وتطوير الصناعة وتبادل التكنولوجيا. أيضا نقطة مهمة وردت في هذه الاتفاقية هي التعاون في الجوانب الأمنية والاقتصادية بما الجوانب الأمنية والعسكرية بما يتعلق بالقضايا الأقليمية والدولية. أيضا المهم في هذه الاتفاقية هي أن الصين التي كانت تنتظرها من أمد بعيد هي أن تربط الصين الجنوب إيران أقصى الجنوب الغربي وأقصى الجنوب الشرقي بأقصى شمال إيران، يعني ربط الحزام الجنوبي الممتد باتجاه أفريقيا ربطه بالطريق طريق الحرير المقصود به، وهو أن تكون إيران هي المحطة الأساسية والرئيسية في هذا الجزء من جنوب غرب آسيا لكي يمتد الحزام لكي يمتد الطريق باتجاه سواحل البحر المتوسط وأيضا الاتصال عبر شبكات بمناطق القوقاز وأيضا باتجاه أوروبا الشرقية. النقطة الأساسية التي وردت واللافتة في هذه الاتفاقية هي أن تكون إيران جزء أساسي، يعني ليست فقط أنه مجرد هي دولة من مجموعة 54 دولة تشترك في منظومة أو في إطار الحزام والطريق. إيران ستكون محطة أساسية لتوزيع أو توسيع الحزام والطريق باتجاه الدول في المشرق العربي، وربما يفسر هذا الدور الإيراني المقبل بجولة الوزير الصيني التي سبقت التوقيع وقام بجولة في منطقة الخليج وأيضا إضافة إلى زيارته لتركيا. موضوع آخر مهم في هذه الاتفاقية وبناء على تصريحات الساسة والمسؤولين الإيرانيين صار من الواضح أن هناك عصر جديد دخلته العلاقات الصينية الإيرانية، وأيضا أن المنطقة هي أيضا دخلت في عصر جديد، ويمكن القول بأن المنطقة غادرت ما يسمى بمرحلة النفوذ الأمريكي، الآن دخلت في عصر تعدد الأقطاب. تعدد الأقطاب الذي كان مجرد تصور وتمظير في السنوات الماضية الآن مع توقيع هذه الاتفاقية والتوسع الصيني ووصوله إلى شواطئ الخليج، هذا يعني أنه بداية عصر حقيقي لتعدد الأقطاب، وأيضا سيكون هناك دور أو عصر إيراني جديد، بمعنى أن هذه الاتفاقية بهذا الوسع والشمولية أصبح موضوع العقوبات رفع العقوبات الجزئي أو الكلي أصبح في الخلف، لأن الاستثمارات تزيد، الاستثمارات المتبادلة سوف تزيد على أكثر من 400 مليار دولار ما بين البلدين، وسوف تتخطى الصين كل ما يسمى أو ما كان يسمى بالعقوبات، ويشمل ذلك الاستثمارات الواسعة والضخمة في مجالات النفط والغاز والطاقات الأخرى بما فيها نقل التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة الإيرانية، ويشمل ذلك إنشاء مدن ضخمة لتطوير قطاع صناعة السيارات في إيران، وهذا كان وما زال يخضع لعقوبات أمريكية بالتحديد وتردد أوروبي كما هو واضح ومعلوم في التعاطي بهذا الشأن. إذن الاتفاقية لها أهمية استراتيجية، ويمكن القول أنها بداية عهد وعصر جديدين بالنسبة للمنطقة وأيضا بالنسبة لإيران. يعني أسألك سيد عبد الجليل انطلاقا مما تتفضل به، هل لهذه الاتفاقية دور استراتيجي في المرحلة المقبلة في حماية طهران من العقوبات الأمريكية؟ الرئيس الإيراني حسن روحاني وصفها بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي، هل يمكن لهذه الاتفاقية أن تنقذ إيران من سقف العقوبات القصوى التي تتعرض لها جراء العقوبات الأمريكية والأوروبية عليها؟ يعني لاحظ، هو لو نأخذ التفسير التقليدي العادي أنه اتفاقية تدخل فيها الصين إلى
المجالات الصناعية والتجارية وما ذلك في إيران. التفسير التقليدي يعني هو أنه هو خرق صيني، إنجاز التعبير، خرق صيني لكافة العقوبات الأمريكية. يعني الصين شطبت على كل ما له علاقة بموضوع العقوبات. يعني هنا أشير، هناك نقطة في غاية الأهمية وردت في البند الأخير من هذه الاتفاقية التي ترقى في جوانب منها إلى مستوى المعاهدة. يقول أنه مشاركة إيران في النظام المالي الدولي الجديد الذي تعمل عليه الصين، بمعنى أن الصين تعمل حاليا على دمج 54 دولة في إطار نظام مالي، بمعنى ويشمل هذا النظام المالي التبادل المالي بما في ذلك العملات بأنواعها، يشمل ليس فقط ال 54 دولة، أيضا كل دولة تتعامل ولها علاقات مع الصين. إذا ما يتعلق بالسويفت وما يتعلق بما يتعلق بخطوط أو الأطر التي تشدد من خلال الولايات المتحدة العقوبات على إيران، هذه تحطمت، إنجاز التعبير، صارت من الماضي. هناك نظام مالي دولي تعمل عليه الصين، وإيران سوف تكون جزءا منه. وهل ذلك ما يبرر سيد عبد الجليل يعني المخاوف الهواجس الأمريكية للرئيس جو بايدن؟ نعم، هل هذا الذي تتفضل به حضرتك ما يمثل أو يعكس الهواجس الأمريكية للرئيس جو بايدن؟ كان اتصل برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحثه على وضع خطة مشتركة للبنية التحتية لمنافسة مبادرة حزام والطريق، وهو أيضا ما ترجم في مجلة نيوزويك الأمريكية بالقول أن العلاقات الإيرانية مع الصين تمثل تحديا لنهج واشنطن المتشدد. هل هذه الاتفاقية بطبيعة الحال تتجاوز حدود الدولتين لتشمل المجال الحيوي الآسيوي الأوروبي باتجاه أمريكا؟ هل هكذا تقرأ أمريكيا؟ بالضبط، بالفعل. يعني مجرد إشارة إلى أن التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية لم تكن اعتباطا، هي كانت رسالة واضحة بأنه بداية مرحلة جديدة، أن الصين لم تعد تفكر في موضوع خروقات لسفن وبوارج أمريكية للبحر الصيني الجنوبي وما إلى ذلك. الآن بدأت الصين تتحرك على المستوى العالمي، بدأت تفعل عمليا، الآن يجري تفعيل الحزام والطريق. الآن الصين تتفوق على الولايات المتحدة بالنمو الاقتصادي أكثر من 3 درجات، وبالتالي هي قادرة على تعويض العالم ومساعدة العالم بأجمله بمعظمه. الصين قادرة على مساعدة العالم على النهوض مرة أخرى والخروج من المخلفات والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا. المخاوف الأمريكية ليس فقط في الاتفاقية الصينية الإيرانية، أيضا هو في تفعيل المعاهدة المشتركة الموقعة قبل 7 سنوات ما بين روسيا وما بين إيران. وأعتقد تلاحظ معي أنه في الأسابيع الأخيرة يعني تنامت حركة الاتصالات والتعاون والحديث عن انتقال إلى مرحلة جديدة في العلاقات مع روسيا، هذا مهم جدا أيضا. وبالتالي هناك من ذهب إلى الحديث عن منظومة جديدة تشمل الصين وروسيا و تشمل كوريا الشمالية، وبإمكان أيضا ممكن الاتصال والامتداد باتجاه سوريا وإلى لبنان. وكل هذه الأطراف هناك مصالح وتبادل منفعة مشتركة ما بين جميع هذه الأطراف أمنيا وسياسيا واقتصاديا. وبذلك يعني حينما نذكر ونشير إلى أنه عصر جديد وبداية أفول ما كان يسمى بالعهد الأمريكي، هذا يبدو صحيح بشكل واضح وجلي الآن من خلال الاتصالات ومنظومة العلاقات المتطورة والمتنامية ما بين دول مهمة في هذه المنطقة. السيد عبد الجليل الزبيدي الخبير في الشؤون الإيرانية كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. في المقابل، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي رفض الكشف عن اسمه أن بلاده لا تشترط تحرك إيران أولا في مسألة استئناف الالتزام بالاتفاق النووي، واعتبر أن المشكلة تكمن في الاتفاق على الخطوات المتبادلة. وأضاف المسؤول أن واشنطن لا تصر على ضرورة اتخاذ طهران خطوة أولى للالتزام قبل شروع واشنطن في اتخاذ إجراء.
على خط آخر، أكدت الصين أنها لا تسعى إلى منافسة مع الولايات المتحدة على الزعامة، وأنها لا تسعى لتكون الدولة الأولى عالميا. وفي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر فيها من تصاعد النفوذ الصيني، قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة كوي تيان كاي إن كلام بايدن يعكس سوء قراءة صانعي السياسة الأمريكيين للصين. تصريحات الرئيس بايدن تعكس التفكير المتشابك لصانعي السياسة الأمريكيين تجاه سياسة الصين. من جهة هم يدركون الحاجة للتعاون بين الصين والولايات المتحدة، لكن في الوقت نفسه لا يمكنهم التخلي عن قلقهم من أن يهيمن على العالم عدة دول كبرى وأن تحل الصين مكان الهيمنة الأمريكية. في الواقع هذا خطأ كبير في قراءة أهداف التنمية الصينية وفي قراءة الاتجاه الحالي للعالم. إلى اليمن وآخر التطورات الميدانية فيها مع دخول الحرب على هذا البلد عامها السابع. أقرت وزارة الدفاع في حكومة الرئيس هادي بمقتل قائد منطقتها العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي أثناء قيادته للمعارك بين محافظتي الجوف ومأرب شمالي شرق اليمن. مصادر ميدانية للميادين كانت قد أشارت إلى مقتل الوائلي وعدد من عناصر قوات هادي في معارك عنيفة مع القوات المسلحة في جبهة الإكسارة شمال غربي مأرب. وأكد مصدر في قوات هادي أن الوائلي كان قد وصل قبل أسابيع إلى مأرب قادما من محافظة الجوف على رأس تعزيزات لإسناد قوات هادي. إلى ذلك، كشف عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي فجر اليوم عن أول مقاتل سعودي استشهد وهو يقاتل ضد قوات التحالف السعودي. وأعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي عبر تويتر أن الشهيد يدعى عبد العزيز يوسف وهو من مكة المكرمة، وأشار إلى أنه سيجري تشييعه اليوم. هذا ومع دخول الحرب على اليمن عامها السابع، استمرت المسيرات الحاشدة لإحياء الذكرى، وقد شهدت مدينتا البيضاء وردا بمحافظة البيضاء ومدينتي إب ويريم وسط اليمن تظاهرات في اليوم الوطني للصمود أمام العدوان والحصار على اليمن. وكانت العاصمة صنعاء ونحو 20 ساحة يمنية أخرى قد شهدت تظاهرات مماثلة. أحمد زبيبة. ها هم اليمنيون اليوم أكثر ثباتا وصمودا واستعدادا للتضحية وحضورا في مختلف الساحات مع دخول العام السابع للحرب عليهم. شعارهم مستمرون في مواجهة التحالف السعودي الإماراتي حتى تحقيق النصر. نحن بالله أقوى وبهذا الشعب العظيم الحاضر في كل الميادين وفي كل الساحات وبالجنود المجهولين المجهولون الذين يعملون من خلف الستار في التصنيع العسكري وفي القوة الصاروخية والطيران المسير الذي لمسوا أمس حرارة بأسه. بالرقصات الشعبية وأناشيد الصمود افتتح اليمنيون عامهم السابع مستبشرين بالنصر. بعد ما دمروا مداراتنا ودمروا موانئنا، اليوم دائراتنا وصواريخنا البالستية تضربهم في عقد دارهم. أما التحالف كما يقول المحتشدون هنا فعليه اليوم تحمل عواقب ما فعل من خطيئة كبرى ورط نفسه فيها. بالأمس كانت السعودية تتغطرس وتتكبر وتقول قضينا على كذا وكذا ودمرنا كذا وكذا، وها هي اليوم تستنجد العالم وتصرخ في العالم وتسأل من العالم أن يعينها وأن ينصرها وأن يقف معها. أكثر من 20 ساحة تظاهر في مختلف المحافظات اليمنية شاركت مع صنعاء وقفة الصمود في الذكرى السادسة للحرب على اليمن، وجميعها وبصوت واحد أعطت الضوء الأخضر إلى القيادة السياسية لاتخاذ إجراءات عاجلة للحسم وإنهاء الحرب وفك الحصار.
محافظات الحديدة وحجة وذمار والمحويت وصعدة وتعز وغيرها من المحافظات شهدت تظاهرات مماثلة أكد خلالها اليمنيون أنهم مع السلام الحقيقي الذي يضمن أمن بلادهم واستقرارها. الجموع الغفيرة دعت القوة الصاروخية والطيران المسيرة إلى الاستمرار في قصف معاقل التحالف بعمليات مؤثرة وموجعة حتى يكف عن عدوانه وحصاره. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. معنا من صنعاء مدير مكتب الميادين أحمد عبد الرحمن، مرحبا بك أحمد. ماذا يعني قتل اللواء أمين الوائلي بين محافظتي الجوف ومأرب ميدانيا ومعنويا في سياق مجمل النكسات التي تتعرض لها قوات هادي والتحالف السعودي هناك؟ نعم محمد، هذا القائد العسكري هو من القيادات التي راهن عليها التحالف السعودي وهادي في تغيير مسار المعركة وقلب موازين المعركة وقيادة المنطقة العسكرية السادسة وتحقيق ما عجز عنه القادة السابقون في مواجهة قوات صنعاء. عين رسميا أمين الوائلي وهو لواء ركن على رأس هذه المنطقة العسكرية السادسة بقرار رئاسي غير معلن من الرئيس هادي أواخر العام 2020 بعد بقائه قائما بأعمال قائد المنطقة لأشهر. اليوم أعلن عن مقتله واعترفت حكومة هادي بمقتله والمعلومات واعترافات الموالين لقوات هادي تفيد بمقتله في منطقة الكسارة في جبهة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب التي انتقل إليها قادما من جبهة شرق الجوف وإلى جانبه طبعا كما تقول المعلومات عشرات القتلى والجرحى من عناصره سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال هذه المواجهة التي وصفت بالعنيفة. هذه خسارة كبيرة بالنسبة لقوات هادي وتؤكد إلى أي مدى أصبحت هذه القوات مكشوفة وتحركات قاداتها مكشوفة وتحت أنظار قوات هادي. اليوم هذه ليست الخسارة الأولى لقيادة الصف الأول بالنسبة لقوات هادي بل هي خسارات متتالية، وهذه المنطقة العسكرية التي يقودها الوائلي تضم عشرات الألوية تنتشر جميعها في محافظة مأرب وأطراف مدينة أو مديرية خبوة الشعب في محافظة الجوف المحادية، وكانت تتخذ من الجوف مقرا بديلا لها عن مقرها الأساسي في محافظة عمران. أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. أكد وزير النفط في حكومة صنعاء أحمد دارس أن التحالف السعودي أقدم على تحويل حقول ومواقع بل حقول مواقع نفطية إلى قواعد عسكرية، مشيرا إلى أن سيطرة التحالف على قطاع النفط حرم ميزانية الدولة من 75% من رافد الميزانية. دارس أضاف أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط والمعادن ونتيجة العدوان وصلت إلى 45 مليار دولار، ولفت إلى أن المبالغ المسروقة من بيع النفط اليمني جرى توريدها إلى البنك الأهلي في السعودية ووضعت بتصرف التحالف الذي أنفقها بدوره على عدوانه وحصاره للشعب اليمني كما قال. إلى فلسطين المحتلة حيث أصيب العشرات بالاختناق وبالرصاص المطاطي الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال قمعها مسير رافضة للاستيطان في بيت دجن شرق نابلس، وقد هاجمت قوات الاحتلال المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الكبير في القرية بقنابل الغاز المسيلة للدموع وبالرصاص المطاطي وحاولت منعهم من الوصول إلى منطقة الثغرة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة لتصوير المتظاهرين وإلقاء قنابل الغاز السام خلال احتجاجه. اسكت
جينا تحدي اليوم لنقول لهم ما بنخاف من رصاصكم ولن تردعونا لو سقط منا ألف شهيد. الخزي والعار لكل من يصمت على جرائم احتلال، الخزي والعار لكل من طبع مع الاحتلال وهو جاثم على أرض فلسطين. مستمرين بالمقاومة والكفاح حتى دحر هذا الاحتلال وكنس هذا الاستيطان عن الأرض الفلسطينية. رسالة الشعب الفلسطيني في يوم الأرض رسالة مقاومة. جوهر الصراع مع هذا العدو الغاصب المحتل هي الأرض الفلسطينية. لا أنصاف حلول إلا بهزيمة هذا المشروع الاحتلالي الإرهابي على الأرض الفلسطينية. انتهت الانتخابات الإسرائيلية وبدأت دراما تأليف الحكومة، حكومة يتوقع أن يشهد تأليفها مخاضا عسيرا في ظل الواقع المعقد الذي أفرزته النتائج وحضور سيناريو انتخابات خامسة في أقل من 3 أعوام. هاني فحص. ما أن انجلى غبار المعركة الانتخابية عن نتائج متقاربة لطرفي الصراع حتى دخلت إسرائيل في ماراثون البحث عن صيغة لتأليف حكومة جديدة، حكومة تبدو بعيدة المنال في ظل الأرقام والمواقف والمصالح التي أظهرتها النتائج، على أن كثرة المفاجآت التي حملتها نتائج فرز الأصوات لم تحمل معها الحسم المطلوب، إذ لم تعطي أي من المعسكرين المتنافسين 61 مقعدا المطلوبة لتأليف حكومة، ما أبقى الباب مفتوحا على كل الاحتمالات بما فيها انتخابات خامسة في أقل من 3 أعوام. وما زاد المشهد تعقيدا هو تحول حزب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس إلى بيضة القبان، الأمر الذي وضع الحلبة الحزبية أمام مروحة سيناريوهات وتحديات غير مسبوقة، حيث سيكون تحقق أحد السيناريوهات مرهونا بحنث العهود التي قطعها المتنافسون خلال حملاتهم الانتخابية، وإلا فلن يكون هناك خيار سوى الذهاب إلى انتخابات جديدة. وفيما يعج البزار السياسي بالعروض السياسية ويضج بالمصالح الشخصية والخطوط الحمر، تتجه الأنظار إلى بنيامين نتنياهو الذي دارت حول شخصه 4 جولات انتخابية، جولات شلت برأي مراقبين مختلف المؤسسات السياسية والأمنية والقضائية، وألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد. وفي وقت رأى محللون أن السياسة في إسرائيل انتقلت من الهزلية إلى السريالية في ظل الجنون الذي يلوح في الأفق، شبه آخرون نتنياهو بسفينة الحاويات العملاقة التي تسد قناة السويس منذ أيام. فاصل، نتابع بعده النشرة. من
من جديد أهلا بكم. في مصر ارتفعت إلى 8 وفيات و69 مصابا حاصلة ضحايا انهيار مبنى منطقة جسر السويس غربي القاهرة، وتتواصل عمليات رفع الأنقاض من تحت المبنى السكني المؤلف من 10 طبقات والذي انهار فجر اليوم. وأمر النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل في الحادث، فيما قرر محافظ القاهرة تأليف لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها. هنا في العمارة دي يعني اتصلوا علينا من السودان وقالونا انه في عمارة وقعت، ما هنا ما عندنا خبر يعني لانه احنا ساكنين جنبه، وجينا وشفنا عندنا قرايبنا وخويلد وشاذلي ويعني هم كتار الناس الساكنين في العمارة دي اللي وقعت، وهسي ما عندنا خبر لهم يعني دايرين نعرفوا الحاصل شنو، الجماعة دي عايشين ماتوا الحاصل شنو، والله ما عندنا خبر. لغاية قالوا في ناس صلوهم ودوهم على المستشفى، هسي دايرين نمشي المستشفى عشان نشوف الحاصل شنو، نتأكد الحاصل شنو. كان الدنيا صعبة واحنا بنطلع الناس، الناس كانت محصورة تحت، كنا بنحاول ننادي على الناس ان حد يسمعنا، مفيش. وفي ناس كنا بنسمعها بس صوت ضعيف جدا، يعني كان في كنت سامع صوت واحدة وعمالة نادي ما بتردش عليها خالص، بس انا سامع الصوت ايه حد بيتألم ضعيف جدا. هذا وعثرت قوات الحماية المدنية المصرية على أسرة مكونة من 5 أفراد ما زالوا على قيد الحياة تحت أنقاض عقار جسر السويس في القاهرة، فيما سعى رجال الإنقاذ لانتشارهم. هذا وارتفع عدد ضحايا الحادث إلى 8 وفيات و29 مصابا. نبقى في مصر، حيث ارتفع عدد ضحايا حادث اصطدام قطاري ركاب في سوهاج جنوب مصر الى 32 والجرحى الى 165. هيئة السكك الحديدية المصرية كشفت ان مجهولين استخدموا مكافح الطوارئ في القطار الاول ما تسبب في توقفه واصطدام القطار الثاني به من الخلف، وقد توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتورطين بالحساب. ونشير إلى أن الحصيلة الأخيرة الرسمية هي 19 وليس 32 ضحية. ينضم إلينا من القاهرة رئيس قسم الحوادث في المصري اليوم يسري البدري. مرحبا بك سيد يسري. إذا الخبر يفيد قبل قليل أنه لا تزال عمليات انتشال بعض الأحياء تحت الأنقاض إضافة إلى المزيد من الضحايا للأسف. أين أصبحت عمليات الإنقاذ وهل من أعداد رسمية حتى الساعة؟ أهلا بك سيد محمد. أولا خالص تعازينا لأسر الشعب المصري الذين سقطوا في حوادث إهمال وتقصير داخل الدولة المصرية خلال 48 ساعة، إذا كنت تتحدث عن قطاري طحطة إلى منطقة جسر السويس وتحديدا منطقة قباء وانهيار عقار من مكون من 10 طوابق. الحصيلة المبدئية حتى هذه اللحظة نتحدث عن 8 ضحايا و29 مصاب في هذا الحادث. نتحدث أيضا عن روايات مختلفة. الرواية الأولى قال أن هذا العقار مقام على 4 طوابق رغم أنه على 10 طوابق رغم أنه حاصل على ترخيص 4 طوابق فقط، وأن الرواية الثانية تتحدث أن البدروم في هذا العقار حوله مالك العقار إلى مصنع، والسلطات التنفيذية ممثلة في محافظة القاهرة والحماية المدنية أغلقت هذا المصنع وشمعته بالشمع الأحمر
هذا قبل أسبوعين، وقام بصب الشمع والعبث في أساسات العقار مما أدى إلى انهيار هذه، أيضا هي رواية أخرى. ولكن محافظ القاهرة انتقل إلى مكان الواقعة وتفقد المصابين داخل المستشفيات، ويبقى تشكيل لجنة هندسية معرفة المهندس التنظيم مدى صدور رخصة لهذا العقار، من المسؤول عن صدور هذه الرخصة، هل هو قام بالبناء أكثر من الرخصة اللي هو الست الطوابق اللي موجودة. حتى هذه اللحظة احنا في رجال الحماية المدنية ما زالوا لم يغادروا المكان، بيحاولوا بين الحين والآخر انتشال ضحايا جدد سواء ضحايا متوفين أو ناجين. احنا بنتكلم انه الحادث ده لا يجب أن يمر مرور الكرام، خاصة في أعقاب حادث عقار فيصل اللي أزالته الدولة المصرية قبل أسبوعين في منطقة فيصل. العقار المكون من 15 طابق 108 شقة اللي أقام مالكه بدون ترخيص على أراضي مملوكة ليه، وقدم استغل وجود قانون في التصالح وقدم طلبا للتصالح رفضته الدولة المصرية، وده اللي خلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام النهاردة يوجه بإجراء تحقيق عاجل فيما يتعلق بانهيار عقار جسر السويس. طب نعم تفضل. بالنسبة إلى حدث قطاري سوهاج، هل لا تزال النيابة العامة في طور التحقيق؟ أي دور للجنة الخماسية في الكشف عن الأسباب الفنية للحادث؟ هل من معلومات رسمية حول ما تم ذكره عن حادث جراء اللعب بمكابح القطار الأول؟ والله عايز أقول لك يا أستاذ محمد أنه في تضارب واضح في القصة دي تحديدا. كنا بحضرتك ألمحت إلى البيان الصادر من هيئة سكك حديد مصر اللي قال إن هو عبث في مكابح الطوارئ أو بل في الخطر، ده اللي خلى القطار 157 يتوقف، ويجي القطار من الخلف يصطدم بيه ويحصل عندنا أربع عربيات انقلاب. ده النهارده كان الوزير كان في مؤتمر بعد لقائه مع رئيس الجمهورية هو مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء اللي كانوا في محافظة سوهاج، قدم اعتذار للشعب المصري وقال بالنص إن احنا من السابق لأوانه أن نتحدث عن أسباب الحادث ونترك أسباب الحادث عن طريق النيابة العامة المختصة ببيان أسباب هذا الحادث. اللجنة ستباشر عملها أو باشرت أعمالها عقب انتهاء النيابة العامة من مناظرة الجسامين ومعاينة مكان الواقعة ورفع مسرح الجريمة وعادت حركة الطرق اليوم. ولكن الغريب بالنسبة لي كان في المؤتمر الصحفي النهاردة حديث الدكتور المهندس كامل الوزير عن تطوير منظومة النقل داخل الدولة المصرية، وقال إن احنا سننتهي من هذه التطوير نهاية 30/6/22، وفي بعض أعمال التطوير هتنتهي 30/6/24، ويتحدث إن الدولة رصدت 225 مليار لرفع كفاءة السكة الحديد في كل خطوطها. لكن احنا بنتكلم النهاردة إن احنا قدام حادث فيه 32، اتقال ده بيان رسمي من وزارة الصحة امبارح. النهارده وزارة الصحة قالت ان احنا عندنا 19 شهيد فقط، ازاي ان امبارح كانت وزارة الصحة بتتكلم على 32؟ فسرت ده وقالت ان احنا لما نقلنا مصابين وضحايا عملنا اعمال تدقيق، فاكتشفنا ان بعض الذين تم نقلهم في غيبوبة كاملة، وهي لما عملت تدقيق ف بدا الحصيله الرسميه دلوقتي 19 شهيد و185 مصاب في هذا الحادث، وده رقم كبير جدا في حوادث القطارات اللي شهدتها الدوله المصريه. وهو ما يتقاطع مع ما تتفضل به، ما قاله المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد عن تحديث مرفق السكك الحديد واستيراد قطارات حديثه، تغيير منظومه الاشارات، الاهتمام اكثر بفحوصات المكابح والتحكم الالي ونظام الديدمان ديفايس. لكن الغريب فيما قاله السيد نادر سعد، سيتم اخذ عينات تحليل دم عشوائيه بصفه مستمره للعاملين في هيئه سكك الحديد. إشارة إلى ماذا ما قاله في هذا الإطار؟ هذا محمد ليس جديد. بالفعل الدولة المصرية أخذت على عاتقها طوال الأربع سنوات محاولة لتطوير ورفع كفاءة سكة الحديد، ولكن احنا عندنا منظومة سكة حديد. احنا الدولة المصرية ثاني أقدم دولة على مستوى العالم في قصة السكة الحديد. احنا هذه الخطوط تعرضت لإهمال طوال عقود سابقة، لم يتم رفع كفاءة. كان عندنا وزير اسمه محمد منصور في 2009 تم إقالته في حادث قطار العياط، كان عامل خطة لإعادة تطوير، ده الكلام ده في 2009-2010، كان عامل خطة لتطوير منظومة السكة الحديد تتكلف 10 مليار. احنا النهاردة
في 2021 رصدين 225 مليار كمرحلة أولى في بندي واحد بس. احنا بنتكلم ان حوادث الطرق داخل الدولة المصرية في آخر عقد بس يا استاذ محمد، ودي حصيلة سريعة تسببت في إقالة 4 وزراء نقل تحملوا المسؤولية السياسية، كان آخرهم هشام عرفات وزير النقل حادث قطار محطة مصر. السيد يسري البدري رئيس قسم الحوادث في المصر اليوم كنت معنا من القاهرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وفي مصر أيضا من المنتظر أن تستأنف اليوم جهود تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بعد تعليق هذه الجهود لساعات. وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر لها إلى وجود تقدم ملموس في جهود تعويم السفينة متوقعة إنجاز الأعمال اليوم. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداد بلاده للمساعدة في تعويم السفينة، وقال إن لدى الولايات المتحدة معدات وإمكانيات ليست موجودة لدى معظم الدول ويمكنها المساعدة في إعادة فتح قناة السويس. وكانت واشنطن عرضت المساعدة مؤكدة أنها تراقب تأثير الحادثة على الأسواق. بالطبع نحن نراقب تأثر أسواق الطاقة بما يحدث في قناة السويس لكونها ممرا رئيسيا لعبور النفط باتجاهين، وهذا الأمر دفعنا إلى تقديم المساعدة، ونحن في تشاور وثيق مع المصريين حول الأمر ومستمرون في مراقبة الأسواق، وسنتصرف بشكل مناسب إذا لزم الأمر. إلى تونس، حيث أشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلى التزام الرئيس التونسي قيس سعيد بمبادرة الاتحاد بخصوص الحوار الوطني عقب لقاء مغلق جمعه به الطبوبي. قال إن سعيد شدد على ضرورة تشريك الشباب في الحوار الوطني، وأن مبادرة الرئيس هي نفسها مبادرة الاتحاد. مبادرة حوار جديدة طرحها الرئيس التونسي قيس سعيد بعد أن كان قد رفض قبل أشهر طويلة مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني. الحوار الذي تضمن رؤية رئيس الجمهورية الخاصة هذه المرة تبنى حوارا شبابيا من القاعدة إلى القمة، مقترح قبله اتحاد الشغل بالاستنكار والاستهجان، رافضا أن يكون طرفا فيه وموجها انتقادات لرئيس الدولة. موقف الاتحاد شاركته فيه جل أحزاب الحكم. مبادرة الاتحاد واللي احنا معاها ومساندينها لا علاقة لها فعلا بهذه المبادرة، بل قد يكون طرحها السيد الرئيس بديلا عنها، وطبعا هي لا علاقة لها بالوضع السياسي والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي. ثم السيد الرئيس من خلال المبادرة ذي كأنه يمارس فلسفته. تعددت الرؤى والأفكار حول شكل ومضمون هذا الحوار الوطني من دون أن ينجح الفرقاء السياسيون في تجسيده على أرض الواقع، لكن أحزابا متحالفة مع قيس سعيد رأت في دعوته الأخيرة بوادر للحل، نافية أن يكون سعيد قصد استثناء الأحزاب من الحوار. تشريك الشباب، شباب هو طرف في هذا الحوار، لم يقل رئيس الجمهورية أن يقتصر على الشباب في الحوار الوطني، بل جعله طرفا من الحل أو جزء من الحل من بين كل الذين سيشاركون في الحوار الوطني. هي جملة من الرؤى والتصورات لشكل الحوار المزمع، أساسها حسابات سياسية لكل طرف من الأطراف، لكن اتحاد الشغل تحدث عن تصور شامل سيعلن عنه في المستقبل. كلام الرئيس قيس سعيد عن حوار شبابي لا يرتقي إلى أن يكون مبادرة واضحة المعالم بالنسبة لعدة أحزاب، وهو أيضا ليس الصيغة الملائمة لإخراج تونس من أزمتها حسب الاتحاد العام التونسي للشغل، لتتواصل بذلك الأزمة السياسية في البلاد من دون أي بوادر لتجاوزها. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. وصفت بيونغ يانغ تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تجربتها الصاروخية الأخيرة بأنها استفزاز وتطاول سافر على حقها في الدفاع عن نفسها، وتدل على عدائه الراسخ لكوريا الشمالية. وكالة الأنباء الرسمية نقلت عن مسؤول رفيع في بيونغ يانغ تحذيره واشنطن من الاستمرار فيما وصفه بالتعليقات غير المدروسة. أكد المسؤول الكوري أن تجربة إطلاق الصواريخ الأخيرة دفاعية وتأتي على خلفية المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة كوريا الجنوبية.
اعتقلت الشرطة البريطانية الليلة الماضية عشرات المتظاهرين في مدينة بريسل خلال احتجاجات ضد مشروع قانون يمنح الشرطة سلطات إضافية لتقييد الاحتجاجات في الشارع، وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف. وقالت الشرطة إن المتظاهرين ألقوا على عناصرها البيضة والزجاجات، كما حاول آخرون سحب دروع ضباط بعد تسليط أشعة الليزر على وجوههم، بحسب بيان للشرطة أكدت فيه أنها لن تتسامح مع الاضطراب العنيفة. إلى تركيا، حيث نظمت تظاهرات نسائية حاشدة لمطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعودة عن قراره بالانسحاب من اتفاق اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة، وقد أجرت مواجهات بين المتظاهرات والشرطة التي حاولت تفريقهن. وقد رددنا الهتافات المنددة بهذا الإجراء، وحملنا صور نساء قتلنا ولافتات كتب عليها النساء سيربحن هذه الحرب. إلى روسيا التي شهدت حدثا هو الأول من نوعه في التاريخ، إذ خرجت ثلاث غواصات نووية روسية من تحت جليد الشمال في وقت واحد. وقد أبلغ القائد العام للبحرية الروسية الأميرال نيكولاي أنفينوف الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ الغواصات النووية الثلاث مناورة طفت بها في آن واحد من تحت الجليد الذي بلغت سماكته مترا ونصف المتر، وذلك في منطقة بلغ نصف قطرها بل نصف قطرها 300 متر. من جهته أكد بوتين أن هذه البعثة لم يكن لها نظير في التاريخ السوفيتي والروسي الحديث، مضيفا أن طواقم الغواصات أكدت خلال الرحلة الاستكشافية القدرات القتالية العالية للأسلحة الروسية وموثوقيتها في الظروف القاسية. ومن هذه المناورات تحت الجليد إلى مشاهد الحمم البركانية التي لا تزال تتدفق من بركان أيسلندي في حدث هو الأول منذ 900 عام. وكانت قد تسابقت الشرطة وخفروا السواحل إلى مكان الانفجار البركاني على بعد 25 ميلا من ريكيافيك عاصمة أيسلندا، بعد أن وقع الانفجار في شبه جزيرة ريكيانيس، وهي منطقة تقع بالقرب من بلو لاجون الحراري الأرضي، وهو مقصد سياحي شهير. تذكير بالعناوين. إيران والصين توقعان اتفاقية تعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاما، والجانبان يؤكدان متانة وديمومة علاقاتهما. قوات هادي تقر بمقتل أحد أبرز قياديها في المواجهات على جبهة الإكسارة في مأرب، والقوات المسلحة تكشف عن استشهاد أول مقاتل سعودي حارب ضد التحالف. حرام عليكم. حرام عليكم.
قتلى وجرحى بانهيار مبنى سكني من 10 طبقات غربي القاهرة بعد ساعات على مأساة تصادم القطارين في سوهاج. استئناف عمليات إنقاذ السفينة الجانحة في قناة السويس بعد تعليقها لساعات، وبايدن يعرض المساعدة. كوريا الشمالية تصف تعليقات الإدارة الأمريكية على تجربتها الصاروخية بالاستفزازية والعدائية وتحذرها من الاستمرار بهذه السياسة. تظاهرات بريستول البريطانية مستمرة ضد مشروع قانون تقييد الاحتجاجات والشرطة تعتقل العشرات. للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين .net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.